ولنقاش ملف الفساد المالي والإداري في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. أعلنت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 عن أولوية محاربة الفساد، إلى أي مدى تحقق ذلك؟ يعني تعريف الفساد أولا، هو ماذا يعنون بالفساد؟ الدستور والقوانين وطرق الصرف هي فاسدة، فكيف يحاربونها؟ يعني هو شعار رفعوه وأمعنوا في مخالفته. الكل فاسد، الفساد وصل إلى أعلى المستويات وهبط إلى يعني مستوى الموظف العادي البسيط بتشجيع غريب من السلطات ومن سلطات الاحتلال في وقتها، يشجعون على الفساد، وأنا مسؤول عن كلامي، يشجعون الناس على الفساد. فكان هذا شعارا يعني للتغطية على حقيقة الأمر، وهي أن العراق قصد له أن يكون يعني محكوما بالفساد. كان هنالك تقرير في موقع ميدل إيست مونيتور عن الفساد الحكومي في العراق، وتحدث هذا التقرير عن رصد تهريب 240 مليار دولار. كيف يفسر تهريب مثل هذا المبلغ على غرار مبالغ أخرى يتم تهريبها إلى الخارج؟ نعم، هذا يعني واحد من أعمدة الفساد، هو تهريب العملة. العملة في العراق، العملة العراقية مدعومة لكي تبقى على سعرها، فتباع في البنوك بمزادات، وهذا جزء يسير من الفساد، ولكنه طبعا جزء مهم. إذا يعني سمعنا الأرقام، هو هذا جزء من الفساد الذي يكون خادما لدول أجنبية. يعني الآن نتكلم عن إيران، ولكن غير إيران هناك دول تستفيد من هذا الفساد، وهو تهريب العملة الصعبة العراقية ببيعها بالعملة الصعبة عفوا في العراق ببيعها بعملة محلية وتسريبها إلى الخارج. هذه الأرقام طبعا ليست يعني هي صحيحة، ولكن كما تفضلت هناك مبالغ أخرى كبيرة جدا، يعني قد تصل إلى أكثر من تريليونين دولار. جزء مهم منها هذا الباب الذي تهرب به العملة إلى الخارج. أستاذ مكي، ما أسباب وتداعيات تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق؟ يعني كما قلت، الفساد العراق أريد له أن يكون فاسدا. البلد الفاسد يحكم بسهولة ويسير سياسيا بسهولة، ولذلك الموظف الفاسد طبعا لا يعترض على شيء، لا يهمه إلا ما يكسبه من مال حرام. فأريد لهذا البلد، يعني ليس جهلا كما قال أحدهم وسمعته في التقرير، ليس جهلا بوضع الموازنات، نستطيع أن نستأجر موظفا بمبلغ بسيط يضع لنا الموازنات، ولكن بقصد يفسد هذا البلد لكي يسير كما يريد محتلوه من الخارج. كان هنالك حديث عن اعتقال مسؤولين سابقين وحاليين بتهم الفساد والإفراج عنهم لاحقا شرط استعادة الأموال التي نهبوها. كيف يمكن تفسير مثل هذا القرار إن طبق؟ عفوا، لم أسمع أنه شرط أن يعيد المبالغ. أنا سمعت أن القرار هو مثلا أقصى قرار كان هو الحكم بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة 200 دولار. 200 دولار ربما دفعها هذا الفاسد أو لم يدفعها أصلا،
يعني هؤلاء طريقة معروفة في القضاء الفاسد، أن يستدعى المتهم نعم ويدان ويطلق سراحه بعقوبة مع وقف التنفيذ أو غرامة أو كليهما، وبذلك يكون قد نجا من فعلته ويستمتع بما سرق هو ومن معه. هذا الموظف ليس وحده، حتى وإن كان وزيرا فهو يعطي لرئيس الوزراء ولهيئة النزاهة ولغيرهم لكل حصته، وبذلك يفلت الجميع من العقاب. هذه طريقة من أسوأ طرق الفساد لحماية الفاسدين. إلى أي مدى يعتبر ذلك صفقة لتسوية وتبرئة هؤلاء المتهمين بقضايا الفساد ونهب المال العام؟ نعم، هي هذه الصفقات الفاسدة التي تحمي كل هؤلاء، يعني الخطوة الأخيرة أن ينجو بفعلته، لأنه ما دام قد حكم واكتسب الحكم الصفة القطعية لا يمكن الرجوع إليه ومحاكمته مرة أخرى. فيستثمرون فرصة معينة، يستدعونه ويطلقون سراحه وينتهي كل شيء. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني الأستاذ مكي نزال، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.